تتجه الأنظار اليوم إلى الملعب القاهرة الدولي للإصدافة مباراة قوية وهمة بين فريق فيتر المصري وفريق الزمالك المصري في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الكل يريد موجة المباراة إذا ما عليك فضل التضبيط سير لايك والاشتراك في القناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية سوف تلعب هذه المباراة القوية والهامة اليوم في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بيتا جرينيت وسوف تدعي المباراة عبر قناة بين سبورت سيتا الناقل الحصري والبث المباشر لهذه الموجة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم اعزائي الكرام فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم من المباراة من سوف يفوز الفريق الفجر المصطفى مباراة اليوم او فريق الزمالك المصري الضيف التقليدي اليوم